الاسم محمد عثمان علي بابكر. بدينا شغلانية الكلف من تقريبا قبل 30 سنة. بداية كانت هي شغلة بدائية، يعني ما كانت متطورة زي الوقت الحالي. كانت عبارة عن كبسوم بتاع بنطلون وقميص وزراير وسوست وركام اسمها نيت انتيل وخيط الكروشيه وإبرة الكروشيه في ذاك الوقت. لكن هسه حاليا تطورت، يعني دخلت شغل الستاير اول حاجه بشغله مفستنه وحاجه يعني جميله جدا. خشيتها شغلانيه الثياب، شغله برضه يعني جميله جدا بالذات في مناسبات الزواج. يعني بتلقى الشكل اختلف من السبعينات او الثمانينات الفايته، يعني يد تلقاها الواحد تلقاها لابسه، ما يمكن قد تكون واحد حتى من ما يعني الثياب تلقاها يعني شكلها مختلف زي الثياب اللي انت ما بتعرفها. هاي فشغلتها كلها يعني شغلانيه بس يعني تطورت كثيره خالص وبقت فيها مسميات ذاتها كثيره، يعني حاجات خشيتها من جديد يعني ما زي الثمانينات او بدايه التسعينات. ده المحل الثاني، بدايته كان بديناها بطبليه كان قدام دكان يعني اسماعيل عمراني قيلي. كان شغلت كباسين وزراير كبيس وحلق الستاير وخيوط. فهسي حاليا ده المحل الثاني، والشغله طبعا اختلفت عن سابقتها كثير جدا، يعني مسميات ذاتها بقت كثيره خالص. يعني دخلت حتى شغليه البودره اللي هي الليتر ممكن تترسم بها في الثياب والكريستالات وحتى المثبتات، وانا كانت ما في الوقت ذاك ممكن تثبت بها الكريستال تثبت بها الليتر. فحتى شغل الورود ذاته بتاع الثياب يعني حديثا ما كان فيه. يعني شغلات زي شغلانيه هي متطوره وسريعه كمان كل فيها، يعني انا تاني كثير جدا. في ناس يمسكوني يقول لك الليسم من حيث التكلفه وان هي غاليه، برضه الليسم نقول ماشي، لكن بتكلف الحاجه، يعني الحاجه لما انت تاخذها من السوق وتجيبها تكلفها يعني تختلف اختلاف جذري بين انت جبتها وبين انك انا كلفتها. الحمد لله رب العالمين، من يوم الصباح بنمشي صلاة الصبح الحمد لله حاضر، وبعدها بنجي الواحد بيشرب الشاي مع الأولاد وماشي المدرسة، في واحدين بنوصلهم وهم في يعني شارعنا وقاعدين عندهم وأنا ترحيل بيجيهم. وبنجي السوق تقريبا يعني بالتوقيت النايدة 7:30 توقيت أنا الجريد عندنا ناسي، 7:30 بنكون في السوق بنبدأ بكوباية قهوة، بعدها بنشوف الأخبار أنا الجرايد، بعدها بنجي طبعا. بعد حين في موضوع يشدك نقوم نتناقش فيه انا وزميلي انا جاري انا جنبي، موضوع سياسي موضوع ناي يعني. بعد ثاني بعد ذاك الواحد ياخذ قاعده شويه بيشوف الفطور، فكر في انك تاكل شويه الليله بالذات انك الامن في السوق صعب جدا، يعني اضمن حاجه اني ناكلها فول غير كده صعبه جدا. ف يعني بعد ثاني نصلي الظهر الحمد لله عندنا يعني مصلى جنبنا يعني قريب مننا، صلى الظهر والواحد بيجي بزاي نشاطه في صلى العصر ويجي تاني لي انا نشاطه معي ولد انا ولد ذاته معي. واخر حاجه بنصلي المغرب هنا ان شاء الله وانا منقفل. عندنا هنا اكثر حاجه طبعا ماشى انا الخيوط اللي هي خيط البوليستر العادي يستخدموه في الخياطه للملابس وللستاير ولغيره وغيره. وعندنا خيط الاوفر اللي هو برضه بيستخدم في البراطين بيجوا او الاقمشه اللي هي بتتسلل، ده بيثبتها يعني مجرد ما نستخدمه يعني ما بتتسلل. فعندنا ثاني الزراير، لكن الزراير دي شغلتها شويه قلت عندنا لانه الشغل كله بيبقى هو البودن بالبسول اللي هي المطاطي ده، يعني انا الدشيرتي والبلوزه والناي دي زمان يعني كان عندنا اي واحده بتخيط، يعني حتى النسوان الكبار بالذات الامهات والحبوبات والناي كانوا بخيط الفساتين عادي جدا، الفساتين بسوسته، السوسته 50 عندنا شيء في نشاط اقل نهايه، لانه بقت الكبيره والصغيره بتلبس نفس المقاس، يعني بلبس الام ولبس البت. فعندنا برضه سي خش علينا قبل كذا سنه الفرو،
الفرو ده استخدامه في حاجات كثيرة جدا. أولا إذا عندك فرشة قديمة، فرشة المعد العرضية دي، وهي مثلا السلة اللي تولى النادي بتقوم بتجيبه بتجدده تاني بدل ما تاخده ب 600 700 ألف، فهو سعره رخيص جدا يعني متر يعني 20 جنيه. الفرشة ما بتزيد عنها مترين. والله بحكم التجربة أنا لي 30 سنة في الكلف يعني هنا، يعني التعامل مع الزبائن بالذات دارته رجال شديد جدا، يعني بيجيك اللي هو خاتيها في أنا مناخيره، وده جد يعني أنا يعني الناس اللي بيجيك الزعجاز ده بمتس كل غضبه وما يطلع مني والله إلا يطلع هو مبتسم. يعني في كثير من الناس الواحد بيجيك وهو مستعجل وقد يكون الضغوط عليه والماء عليه، يا أخي ده كده وده كده ليه كده وده ليه كده كده وده لا، فأنا بمتس كل غضبه ده. وأحيانا الواحد الكرسي فيه يقول اتفضل اقعد، الحاجة الدائرة حتى لو في أعلى الدكان أجيب السلم أنزله اليوم وأطيب خاطره إن شاء الله، يعني ما أصلا بخليه يطلع مني زعلان. بحكم التجربة الشعب السوداني شعب شوية يعني يمكن يكون في العصبية، لكن والله ناس طيبين جدا. يعني أنا طلعت من فترات العراق، طلعنا عن طريق مصر في الثمانينات، وجد الواحد يعني في أثناء حلفة نحن في صف واقفين، واحد تلقوا يتنفرز على أخوه في ناي، والله طلعنا سوا فعلا تنفرزنا وجاني واحد يتنفرز علي وبقينا أخوان. يعني نحن في النادي سوا والله العظيم يمكن اللمة اللي في خشم شيل أنا يديك ليها. يعني تنفر الشعب السوداني ما في زيها والله في العالم كله، والنخوة في الشعب السوداني جد والله أنا مشيت يعني لكن ما لقيتها مني خالص، يعني أنا ما في والله. فالشعب السوداني شعب طيب جدا، وشعبي يمكن يكون اشتعل كاشتعال البنزين النار فيها أهل البنزين، لكن أنت ممكن تأكل وتقول فينا طرف من يعني طيبته. يعني هالفترة العدالة في السوق ما سهلة والله، 30 سنة عمر زول، يعني يمكن يكون تزوج وولده وتزوج وولد، ف يعني الحمد لله رب العالمين يعني كسبنا منها تجربه كيف تتعامل مع الناس وكيف تاخذ وتدي معاهم. ويعني جد تجربه هي ما سهله، والحمد لله رب العالمين يعني توفقنا منها، نحمد الله ونشكره كثيرا.